كابتن طارق دروي، نظام البطولة وشكل البطولة والفوارق الفنية ما بين مصر والكاميرون معروفة طبعا، ومعروف الإمكانات. الكاميرون يمكن في البداية كانت واخدة مركز ثاني في مركز ثالث في أول بطولتين، لكن المجموعة بشكل عام مصر المغرب الكاميرون، شايف مين اللي ممكن يطلع مع يعني أنا أرشح مصر لصدارة المجموعة، وأكيد كلنا للفوارق الفنية. طبعا المغرب الشقيق أداء راقي وعاملين فرق كويسة قوي على فكرة، والكاميرون فريق طموح. شايف الفوارق الفنية إزاي؟ أدي مصر المغرب الكاميرون، احكي لي كده أنت شايف رؤيتك إزاي المجموعة الأولى؟ طبعا إن شاء الله مصر تبقى أول المجموعة، وأعتقد أن بنسبة 70% المغرب هتبقى الثاني، الكاميرون هتبقى مركز ثالث. يعني اللي هيخش يلعب على الترتيب في وجهة نظرك هتكون الكاميرون مش المغرب، مش المغرب مش ان المغرب. شاء الله، واحنا بنتمنى كده برضو طبعا شخصيا طبعا، يعني اخواتنا في المغرب وكده واشقائنا برضو يعني بنتمنى لهم ان هم يكونوا يصعدوا معانا للدور الثمانية. طبعا هو نظام البطولة ان هياخد كل اثنين اول يعني اول اثنين من كل مجموعة، فاربع مجموعات هيبقى ده دور الثمانية. المجموعة الاولى الاول والثاني هيلعبوا الثاني والاول في المجموعه الثانيه، والمجموعه الثالثه والرابعه نفس الحكايه كروسات. هيطلع بعد كده دور الاربعه، دول هيلعبوا من واحد لاربعه، الاربعه التانيين هيلعبوا من خمسه لثمانيه. تمام. طبعا الاربعه اللي هيطلعوا ان شاء الله مصر تكون فيهم ان شاء الله، طبعا دول خلاص هيصعدوا لكاس العالم. تمام. الماتش او اللي هيبقى نار الترتيب من الخامس، لسه كنت بكلم مع كابتن حسام غريب في بره في اوضه الاعداد، ان الماتش المركز الخامس هيبقى عليه يعني ضرب نار.